السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت جيت سألت واحد وقلت له مين هيكسب مليون جنيه، هيقولك انا اللي هكسب مليون جنيه. مين هيعمر ومش هيموت بدري، هيقولك انا اللي هعمر ومش هموت بدري. لو قلت له مين فريق اللي هيكسب، هيقولك فريق انا اللي هتكسب. ليه دايما عندنا حالة كده من التفاؤل، حالة كده من دايما كل حاجة هتمشي في صفك انت؟ هل هي حاجة موجودة كده كده في المخ، ولا هل هو مجرد بسبب البيئة اللي انت متربي فيها وحسب التربية بتاعت اهلك ليك؟ تعال من جرين سكرين نتكلم شوية في الموضوع الخطير ده. في 2007 علماء في جامعة نيويورك اكتشفوا ان في مناطق معينة في المخ بتشتغل لما الانسان بيبقى عنده حالة من التفاؤل، او بتشتغل علشان تخليك عندك حالة من التفاؤل. لان زي ما احنا عارفين التفاؤل عامة مهم عشان تعيش حياة صحية، والتشاؤم مضر جدا لان هو من احد اهم اسباب الاكتئاب. لكن التفاؤل المبالغ في امره قوي، اللي هو بيخليك ما تاخدش في الاعتبار المخاطر والمآسي والاضرار اللي هتحصل ليك، خطر برضه. فدايما بيبقى فيه زي ما تقول توازن ما بين التفاؤل الصحي والتشاؤم المضر. فعمليه التفاؤل بالمستقبل عمليه معقده جدا. اولا عشان تتخيل المستقبل انت لازم تسترجع معلومات من الذاكره، ده اولا من الماضي. ثانيا المخ بيعدل في المعلومات دي عشان يخليك تقدر تستوعب او تتخيل المستقبل. لكن كان في مشكله خطيره جدا العلماء واقعين فيها، ان هم كل ما يخلوا الناس تتخيل مستقبل مظلم ما كانوش بيعرفوا يتخيلوه، ودايما يتخيلوا مستقبل مشرق. دايما لما يدوهم معضله او يدوهم معلومه او يقول لهم تخيلوا حاجه وحشه هتحصل لكم في المستقبل، ما كانوش بيعرفوا يعملوها صح، وكانوا دايما بيتفائلوا ودايما بيتخيلوا حاجات مستقبل مشرق ولامع، وان هو اللي هيكسب وهو البطل وهو اللي ما اعرفش ايه. واكتشفوا ان في منطقتين في المخ كانوا دايما بيشتغلوا بقوه عنيفه جدا كل ما الناس ما بتتخيل حاجه حلوه هتحصل لهم في المستقبل او مستقبل مشرق. واحد الاميجدالا او اللوزه الدماغيه، 2 القشره الجذامية الاماميه او الاي سي سي. والاي سي سي مسؤول عن حاجات كتير، من ضمنها العاطفه، من ضمنها اتخاذ القرار، وحاجات كتير تانية. والاميجدالا ليها برضو دور في اتخاذ القرار وفي العواطف، لكن ليها دور مهم جدا 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 في تنظيم الذاكره. ففي دراسات تانية قبلها العلماء كانوا مكتشفين ان الناس اللي عندها اكتئاب منطقه الاي سي سي دي بتبقى صغيره وشبه مطفيه. طيب نقفل بقى على كده، اتقل شويه. في دراسه اتنشرت في 2015 العلماء اكتشفوا ان في منطقه تانية كمان مسؤوله عن التفاؤل. المنطقه دي اسمها الاوربيتو فرونتال كورتكس او الاو اف سي، والمنطقه دي موجوده ورا العين في المخ. والعلماء اكتشفوا قبل كده المنطقه دي لما بتصغر بيبقى عند الانسان حاله من القلق المرضي، زي مثلا مرض البي تي اس دي او الاضطراب ما بعد الصدمه، بالظبط كده زي فيلم رامبو. فالعلماء اكتشفوا ان المنطقه دي لما بتكبر حاله التفاؤل عند الانسان بتبقى اعلى، ونسبه القلق والتوتر الغير مبرر بتقل. فالعلماء بيقترحوا ان هم ممكن مع الوقت يقدروا ان هم يمرنوا الانسان على ان هو يكبر المنطقه دي في المخ ويبدا يبقى متفائل للحياه. ان خلي بالك هي بتقل مع الصدمات، ان هم مثلا اكتشفوا ان بعد حادثه تسونامي الناس اللي عاشوا الصدمات اللي حصلت في تسونامي المنطقه دي عندهم قلت مع الوقت. فده معناه المنطقه دي ممكن تكبر وتقل. وكده كده معروف ان المناطق في المخ ممكن بالتدريب ممكن تظبطها وانك انت تحسنها وتقوي فيها والكلام. طب سؤال اخير، هل الانسان التفاؤل اللي عنده ده بيخليه يتخذ قرارات خاطئه او صحيحه، او بيتحكم في طريقته في اتخاذ القرار؟ طبعا العلماء اكتشفوا ان حتى طريقه طرح الموضوع على الانسان بيخليه ياخد قرار مختلف عن لو انت طرحته بطريقه تانية. يعني مثلا لو انا قلت لك ان الدواء ده بنسبه 40% هيخسسك، اكيد هتقول 40% ده حاجه جميله جدا، ده خلاص انا هخس. غير لو انا قلت لك ان الدواء ده بنسبه 60% هيفشل ان هو يخسسك، مع ان هو انا قلت لك الرقمين في المره الاولى والمره الثانيه، لكن طريقه طرح الموضوع اختلفت. فبالتالي انت كانسان قرارك اختلف بناء على طريقه الطرح، وده اللي بتوع الماركتينج وبتوع التسويق دايما بيستخدموه في الاعلانات، بيزوق لك الحاجه. ومش بس كده، لا كمان العلماء اكتشفوا ان طريقه الطرح بتختلف قراراتها وقرارات البناء على الطرح ده بيختلف من الرجل للمراه. فمثلا في مواضيع الحياه والموت بتلاقي الراجل بيتاثر اكتر لما تطرح له الموضوع بفكره ايه، ان كام واحد هيعيش، لكن الست بتتاثر اكتر لما تقول لها كام واحد هيموت. الموضوع بقى بيتعكس في حته الاكل، بتلاقي الراجل بيتاثر اكتر بالطرح السلبي، بمعنى
ان انت لو جيت وقلت لواحده ست الايس كريم ده 80% من غير دهون خلاص هتقول لك قشطه قوي، لكن دايما الراجل هيركز في ال 20% اللي هيتخنوه، ال 20% دهون، برغم ان هو قبل كده كان اهم حاجه عنده انك تقول له الناس اللي هتعيش قد ايه، دلوقتي هو اهم حاجه عنده انك تقول له فيها كام نسبه دهون، كام نسبه ضرر. ابحاث كتير اتعملت على مر السنين بتثبت ان في فرق غريزي بين الرجل والمراه في التفاعل واتخاذ القرار حسب المعطيات، وده طبعا بديهي لان دور المراه ودور الرجل في العيله وفي الاسره وفي المجتمع بيبقى مختلف الى حد ما. طبعا دلوقتي بقى المواضيع اختلفت شويه وبقينا نقرب من بعض اكتر، لكن كان على فتره كتير جدا من الزمن، فتره طويله جدا من الزمن، كان الراجل ليه دور والست ليها دور، فبالتالي ما كانش ينفع الاثنين يبقى عندهم نفس رده الفعل لنفس المعطيات، كان لازم يكون في زي ما تقول توازن بيكملوا بعض عشان نتعايش مع بعض. ونيجي بقى لاخر حته في الحلقه، بمناسبه كلامنا عن المخ وقدراته ان هو بيأثر في اتخاذ قراراتك والكلام ده كله، عندي سؤال وهجاوب عليه الحلقه اللي جايه، هل المخ عنده القدره ان هو يقوي لك عضلاتك من غير ما انت بتروح الجيم؟ يعني انت لو قعدت كده مع نفسك وقلت انا هبقى قوي هبقى وحش من غير ما تعمل اي رياضه، من غير ما تعمل اي مجهود، فعلا عضلاتك هتقوى وتبقى الهالك مثلا؟ واشوفكم الحلقه الجايه. لو انت وصلت لحد هنا فانا احب احييك تحيه جميله جدا، ما تنساش بقى تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتشوف الحلقات القديمه، ولو عندك اي تعليق على اسلوب الحلقه على المعلومات اللي اتحطت في الحلقه احب اقراها في الكومنتات تحت، لو عندك اي سؤال استفسار يا ريت تسيبه لي تحت، واشوفك الحلقه الجايه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.